استفاد لها هنا. صدق يا ملاك. ده عبارة عن ايه؟ 3 ايه؟ 4 ايه؟ جي اف دي اي
بي سي وده كده اسمه اي بي. هنقول احنا خلاص رمينا ده خالص وناخد عند نقطه اي ردين فعل في اتجاه مختلف خالص اسمهم ايه؟ نورمال وتنجنشن. ده الهنج بتاعك ان ده كده بي ام وده كده مين يا معلم؟ اي تي. اي ام واي تي ونبقى نشوف بقى بعد ما نخلص نجيب الاي ام والاي تي صح نبقى نعمل نحل مساله كده كانها دي جوينت في التراسس كده بتاعت الستاتكس. معايا قوتين معلومين وعايز اجيب مين؟ اي سي واي بي. اللي عايز يعمل كده ده الحل الاسهل يعني واريح ونبقى نحل مساله الستاتكس او شيل الكلام ده خالص وحلل الاي سي والاي ان بس على انهي دايركشن؟ على اتجاه الان ومين يا معلم؟ والدي. واضح؟ عايزين تعملوا الاصليه الثانيه دي كانت اللي انا عاملها ماشي عايزين تعملوا بتاعتكم مفيش مشكله. لو احنا اشتغلنا باللي انتوا عايزين تشتغلوا عليها دي ركزوا بقى اللي انتوا بداتوا بيها الحل. يبقى انا عندي كام فورس هنا كده؟ فورس هتسميها اي سي وفورس كده هتسميها ايه؟ اي بي. الاتجاه هيفرق بتاعهم؟ لا طبعا ما يطلع انا كده افرضهم كده هم كلهم شد ويطلعوا بوزيتيف ونيجاتيف زي حسب الايه؟ ماشي دكتور الطريقه الثانيه اللي حضرتك قايلها الثانيه ايه؟ الثانيه ان انا هفرض هنا ان عند الاي ردين فعل قلت لهم بأسهل في المعادلات اللي هو انا شيل الاي بي والاي سي ما دام انتوا تعرفوا الاصليه اعمل لكم انا جديد وشوفوا عشان انتوا بتعيطوا ده جديد. هروح بعمل ايه؟ ادي الاي سي والاي بي شلتهم خالص قلت ده هنج فالهنج طبيعي عنده كام رد فعل؟ رد فعل اسمه اي ال رد فعل كده عمود اسمه ايه؟ اي تي. دول ردين فعل كويس. قال لك المعادله بتاعتك. ايه المعادله بتاعتك في الترتيب يا جماعه؟ المعادله بتاعتنا ايه؟ هنحتاج اي ان بوينت اي. اي اي نحسبها بكام؟ واحد على ثلاثه ام ارتفاع تربيع اللي هو 16 ال سكوير. قاعده تربيع اللي هي 3 ال سكوير. يبقى 9 ال سكوير. بيطلع لي الكلام ده كله بكام؟ 25 ام ال سكوير على 3 ده الاي. تعالى بقى نكتب معادله الحركه بتاعتنا. ايه المعادله الحركه بتاعتنا؟ اول معادله في النص الترويدال هي ايه؟ النص الترويدال سيجما مومنت اباوت اي ايكوالز اي اي الفا. اتفضل. لا انا معرفش انا لسه مش هعرف معرفش اي ان واي تي دول في اتجاه نورمال مش معرفش لسه اتجاههم ايه دلوقتي خالص. اي ان واي تي دول اتجاههم واحد في رد فعل في اتجاه النورمال واحد في اتجاه رد فعل في اتجاه مين؟ المماس. ده بدل الاي سي والاي بي هو مش شايفهم اصلا هيمشي يعني عنده ردين فعل حطيتهم واحد في اتجاه العمود واحد في اتجاه مين؟ المماس. تعالى بقى نركز لما نيجي نعمل مومنت هنضطر نحلل مين يا معلم؟ الوزن عايز زود اسمها شيء طيب الوزن محلول كام مركبة؟ كده ام جي ساين ثيتا كده بقى اسمه ايه؟ ام جي كوساين ثيتا. هناخد مومنت اباوت اي مين اللي مومنت اباوت اي؟ ام جي ساين المسافة قد ايه المسافة دي يا جماعة؟ دي 4 ودي 3 فالوسط ده كله 5 ال يبقى دي 2.5 ال يبقى المومنت اباوت اي عبارة عن ام جي ساين ثيتا في المسافه العموديه بتاعتنا اللي هي 2.5 ال يساوي الاي اي اللي هو عباره عن 25 ام ال سكوير على 3 في ال ماشي؟ تعالوا بقى نبص نركز بقى نشيل الام مع الام ويعني ال مع واحده من السكوير فيطلع لك الفا بتساوي 7.5 وشيل ال 2.5 مع هنا يبقى لي 10 فيطلع لي كده كام؟ 3 اوفر 10 ساين ثيتا اوفر ال. جي ام جي والجي اصلا 10 خالص تاني يجي 10 في 2.5 راح بقى 25 طلع 3 ساين ثيتا اوفر ايه؟ اوفر ان الفا 3 ساين ثيتا اوفر ان خلصنا كده؟ حلو عرفت الامر
الخطوه اللي جايه بقى سيجما اف تي ايكوال ام في الاي تي فين الفورس اتجاه التانجنشال ام جي ساين ام جي ساين واف تي واي تي يبقى نقوله كده ام جي ساين زد بلس رياكشن اي تي ايكوال ام الاي تانجنشال بتاعه يا جماعه ايه تانجنشال الفا ار والار عليها اتنين ونص ال يبقى ده عباره عن الفا باتنين ونص ال تمام حلو تعالوا بقى نشوف كده الاي دي معانا هتساوي نيجاتيف ام جي ساين ثيتا بلس ام الالفا اللي هي 3 ساين ثيتا اوفر ال ب 2.5 ال هتشيل ال مع ال اللي هنا كده معايا يبقى يطلع لي ده يساوي اي دي نيجاتيف 10 في ام ساين ثيتا اللي هي جي ودي 2.5 في 3 في 7.5 هيطلع لي بلس 7.5 ام في ساين ثيتا بعد كله بكام نيجاتيف 2.5 m sin θ. دكتور هو ال بكام؟ مين؟ اشتري معاك. الموضوع ده بكام؟ هي المسألة بتاعتك مش عارف اشتري معاك بكام؟ أي مسألة بتحتاج لها الرقم. هي بقى المسافة من إيه لإيه؟ المسافة لا ال ده طول أنا مسمي لك أطوال الكونتينر ده دي اسمه 3 ال ده اسمه 4 ال. دي كده بص الام في الفا. ار هي مين المسافه ما بين الاتش والاي فهي اسمها 2 ونص ال اللي ده رقم اصلا حسب كل موديل اصلا رقم بكام كده يبقى انا جبت الاي دي بايه بقى 2 يا جماعه الكوتزا والزاويه طيب اخر معادله هي مين سيجما اف ان ايكوال ام اي ان بيكون الاتجاه العمودي بقى ها اي ان وام جي كوساين اي ان بلس الام جي كوساين ثيتا يساوي ام الاي نورمال بكام اوميجا سكوير فور اه يعني اوميجا سكوير بس 2 ونص ال 2.5 ال نركز بقى الاوميجا مش عندنا فلازم نجيبها نكمل بروح لالفا نقول له بقى الالفا بتاعتنا تبقى عباره عن كام اوميجا دي اوميجا دي اوميجا سكوير اوفر 2 كملت الالفا اللي هي اعطتنا مكانها اوميجا دي اوميجا يساوي تكامل الساين بتاعك هو مين نيجاتيف 3 كوساين ثيتا اوفر ال من كام لكام بقى يا جماعه؟ من ثيتا بتاعتنا ثيتا بتساوي كام؟ من ثيتا 36.87 لحد انجل ثيتا او ثيتا بلس كام؟ او ثيتا بلس 90 لان خلاص وانا ببدا احل احط في الاول اوميجا بكام هنا؟ بزيرو طلع لك كده الكلام ده بيساوي يبقى اوميجا سكوير يساوي نيجاتيف 6 كوساين ثيتا اوفر ال كوساين الانجل دي اصلا بكام؟ دي كده بلس يبقى كوساين ثيتا 36.87 ماينس 6 كوساين ثيتا اوفر ال معايا الانجل ثيتا اصلا احطها برقمها يبقى كده اعرف اجيب الاوميجا فين؟ في اي وقت. تعالوا بقى عايزين نحل مسألة المطلوب مطلوب مرتين مره لما كان جاست افتر ريليز نقول له كام؟ اول ما بدأت نرجع بقى هنا خلاص جاست افتر ريليز معايا يا جماعه معايا معلومتين معايا الثيتا في الاول بكام والاوميجا بكام ثيتا 36.87 واوميجا بزيرو اول ما قطعت الدراع ده كده اوميجا بقت بزيرو ومعاك الانجل ثيتا خلاص ركز بقى تعرف دلوقتي تجيب الاي دي ولا لا؟ الاي دي بتساوي كام؟ نيجاتيف 2.5 ام ساين ثيتا يبقى الاي دي تساوي نيجاتيف 2.5 الام تقريبا اللي انا فاتح فيها ديت 400 وساين الانجل ثيتا بتاعتنا ثيتا ديت الساين بتاعها 0.6
فده كده كام نيجاتيف 600 اي ان بكام اي ان عباره عن نيجاتيف ام جي كوساين ثيتا ام اوميجا سكوير في الكلام ده الحته ده بكام بزيرو طب فاضل لي بس كام اي ان نيجاتيف ام ل 400 في الجي 10 يبقى 4000 كوساين ده بكام 0.8 يطلع ده كام ناقص 3200 لحد دلوقتي احنا ما بنقولش حاجه المنطقي بالمناسبه بقى كمان الفا الفا بتاعتي بكام 3 ساين ثيتا بتاعتنا انجل ثيتا بتاعتنا هو الساين بتاعها 0.6 والال في الموديل شغال فيه ده كده كانت 1.5 يبقى كده يطلع لي كام 2.5 يبقى 1.2 معايا كده؟ ماشي كده جبت الالفا دي كانت موجوده في المقاييس اللي هي مش عارف مكتوب رقم ايه ولا حاجه اول حاجه في الموضوع تعالى بقى فين اصلا اللينكات اللي هم اسمهم اي سي واي بي احنا ما جبناش اي سي احنا جايبين رد الفعل اسمه اي دي ومين يا جماعه اي ام روح بقى ماسك الهنج بتاعنا عندك بقى كده قوه اسمها ايه اي دي عامله زاويه كام الاي ان وادي الاي دي عامله زاويه كام مع الاوف ديت لما ارسم الاي ان كده والاي دي كده ماشي اي تي السبب بقى مهم زي ما فيش مش مختلفين ورحت لازم الروكسي والروكسي سيتا مع الاي تي والاوف السيتا بتاعتي مع الاي دي كده السيتا بتاعتي دي هي كام 36.87 ماشي وهي دي برضه اللي هي كام 36.87 حلو كده صدفه بقى ان الانجل دي نفسها بكام بتاعتها الاوبزيت بتاعها 3 الجزء بتاعها كام 4 فالانجل دي برضه صدفه ان هي كام برضه 36.87 بتاع ده فطلع ان ده اتجاه مين الخط ده هو اتجاه الاي ان اي ان وده اي تي والصدفه ده طلع مين يا معلم بس من القوه بتاعت الكراس هيبقى ده الفورس اللي اسمها اي بي وده الفورس اللي اسمها مين يا معلم اي سي تاني انا خلاص عند الهيج فرضت ان في ردين فعل اسمهم اي ان ومين اي دي مفيش مشكله خالص عرفت اتجاهاتهم ورسمتهم عارف ان الاي ان اي دي عامل زاويه 36.87 في الوضع اللي انا بحل فيه عند نقطه اي سيتا برضه في لينك اسمه اي سي ولينك اسمه اي بي فحطيت القوه بتاعتهم المشكله عارف فاكر لما كان في عينيه يديك تراس فهو كان بيديك عند نقطه يديك عليها قوه تكتلها تبقى افقيه وراسيه لا هنا القوه اللي جايه لي مؤثره على النقطه ديت عباره عن كام اي ان واي دي حلو كده؟ تعالوا بقى نعمل ايه؟ معادله اتزان النقطه دي، ايه المعادله بتاعتها؟ سيجما اف اكس سيجما اف اكس بيساوي كام؟ بيساوي زي يبقى نقول بقى كده سيجما اف اكس ايكوال زيرو، ايه الفرق اتجاه الاكس بقى؟ اي بي نيجاتيف اي بي كوساين 36.87 اي ان الأنجل دي كده خلي بالك دي بقت كام؟ دي 36.87 اتفضل ممكن لو بدل ما نحلل كتير نحلها على التي والان ما تاخدش حاجة نحلل ممكن نحلل على التي والان أي حاجة ممكن أحلل الإي سي والإي بي على الإن والتي لو أنت خلاص خلينا تختلف أه يا سلام أقول لك حاجة حلوة أوي بس البداية دي ما كانتش مباشرة سيجما إف دي وسيجما إف إن الاتنين بيساووا كام يا جماعة؟ زيرو لمين للجسم ده؟ يبقى فين اتجاه التي يا جماعه؟ التي اهو معايا مين؟ اي بي بلس اي دي بلس مين كمان؟ بلس اي سي ساين 36.87 ايكوال كام يا جماعه؟ زيرو النورمال بقى النورمال دايركشن دي مين؟ اي ان بلس الاي سي كوساين 36.87 ايكوال 0 معاك الاي ان والاي تي بكام؟ اي ان واي تي معايا فين؟ اي تي بنيجاتيف 600 اي ان بنيجاتيف 3200 كده يبقى انا جبت مين؟ الاي سي نقسم الرقم ده على كوساين، الكوساين بتاع الزاويه دي تقريبا ب 0.8
فيطلع لك كي سي ايكوز 3 بتاع الكوكوت انت كام؟ أربعة تلاف. بعد كده عايز رقم تاني الراجل عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الفولت بتاع الاي بي عوض دي فوق هتجيب الاي بي هتطلع برضه ايه؟ موجود. هو هنا في المسألة دي بس للحظ ان الاي بي لا صوت ما رأيت انا قلتش حاجة قلت كده كده التعويضة ديت ملهاش علاقة هم طلعوا عاملين مع بعض مش عاملين مع بعض مش فارقة لحظ يعني انا مش فارق معايا كانت الزاوية دي كده ودي كده محله خلاص يعني انا في اخر التحليل ده مش فارق معايا كان الاي تي ماشي مع الاي بي ولا مش ماشي طيب لما احل بقى ويلف زاوية 90 ايه اللي اتغير؟ مش حاجة اتغيرت بقت السيتا بتاعتنا بس اهم حاجة بس السيتا بتاعتنا الجديدة بكام؟ 90 بلس لا بلس 9 اوميجا اجيبها منين؟ من الاون ده اعوض معادلة الاوميجا اجيب الفا منين؟ اعوض معادلة الالفا الاي تي اعوض معادلة الاي تي اي ان اعوض معادلة اي ان اجيب بقى الاي الاي سي والاي بي تاني ازاي؟ ارسم رسمه جديده واحط اتجاه ليه يا جماعه اي ان واي تي في الوضع الجديد مفيش مشكله واروح احلل اكس وواي او اجيب ان زي ما هيطلعوا وعلى فكره في الوضع الجديد هيطلع برضه حاجه ثانيه اي نورمال هيطلع كده على اتجاه خط الاي بي 90 ده لما يبقى 90 فهيطلع الاي نورمال هو اللي بقى مع اتجاه مين؟ الاي تي الاي نورمال هيطلع مع اتجاه الاي بي والثاني هو اللي مميز يعني اصلا المساله كانت معموله الزاويه بتاعتها تطلع في الاخر لما بتيجي تحل تطلع فيها سهوله واضح؟ والله كنا حللنا بقى عادي انا مفيش مشكله كنت من الاول وانا بقسم المساله بتاعتي هي كونفيز يبقى الفولت اللي اسمها اي سي لا ما انت هتحللها مع مين؟ مع ال والتي وعامله زاويه اسمها ايه؟ زيتا تحللها كوساين زيتا في اتجاه النورمال وساين زيتا في اتجاه مين؟ التي ودي معموله في اتجاه مين؟ تانجنشال حلو بس مش بتعملها كده برضه لازم تقول هي الزاويه ما بينها وما بين النورمال هي بتتجه على مين؟ على النورمال ده فمش دايما تقصد البديل من النورمال كل عمال ايه؟ يلف صح؟ النورمال صوت عمره بيلف فتقول الانجل ما بين الاي تي والنورمال هي عباره عن ثيتا هي عباره عن كام؟ الانجل دي كلها ثيتا بلس 9 فتيجي تريزولف لما الانجل تتغير الانجل بينهم هتبدا ايه؟ هتغير عشان يعرف الريزولت اللي يمشي بس دي الحل الاصعب يعني لازم الواحد يخلي باله من الارقام لما خلاص الهيتش كده كده يا عم كام رد فعل؟ اتنين هو انا نقلته من مساله اللي انا بتعامل بيها لمساله ستاتيك بعد كده. جبت القوه اللي بيأثر فيها الجسم على الهيتش نقلتها لمساله ستاتيك. لا كان ينفع كان ينفع قلت لك ينفع وتحب حدها اصلا. لا لا طبعا انت عندك يا اما ماسك الهنتين يا اما ماسك الهنج. يا اما انت شفت الهنج وبعدين نقلت الهيتش بتاعه على الهنتين يا اما انت شايف الايه؟ الهنتين حاجه واحده بس سامع ماشي انا ده ده اللي ايه تقول اي حته اتفضل مش سامع اصلا هترجع ايه في ال والاي دي بس يا اسطى على ايه فكر رجاله عشان تبقى عارف تو فورس اللي هم الاي سي والاي بي شغال على البالي نفسه تسيب اللينكين ما يبقى اللينكين هتحطهم فورس ولا هتحط اللينك الهنج رياكشن هتحط ايه منهم يا اما تحط الرياكشن من الهنج يا اما تحط الرياكشن بتاعت اللينكين انهي واحد يعني هتحط اي ان واي تي ماشي ما هو ده اللي انا اعرفه ده اللي شغال فيه اصلا شغال اي ان واي تي جبت قيمه الاي ان والاي تي مش فارق ايوه مش فارق اتجاه رد الفعل فوق اللي تحت مش تفرق يعني لا مش هغير رسمه يا جماعه انا شغال بزاويه ثيتا ما بحلش باي زاويه بكام انا شغال جنرال ايكويشنز وفي الاخر بعوض بارقام ثيتا بس هتطلع ايه والله انا بحل على البورد على فكره مش معايا حسب والارقام بتطلع لوحدها بتطلع دكتور دكتور
دكتور عايز اسمع زميلكم يا جماعه. خلاص يا جماعه، انا في الحل اللي انا حله على البورد ده قلت ان الهنج زي ما احنا متعودين عليه عنده كام رد فعل، اروح تعمله نورمال ديجن، وبعد كده قلت ده بيأثر ازاي على بقيه المساله. فين يا جماعة؟ ثانية واحدة بس، هو ايه نخلي بالنا بس كده دي عنو انت قصدك هيخبط في البي اي مش صح؟ جماعة يعني مش ده كده ممسوك كده المسمار اهو، ها؟ عادي المسمار ده وراه يعني ممكن يلف من قدامه العين بس وراه لازم يخبط فيه، ما كانش دي المشكلة اهو المسألة عادي يعني ممكن مشكلة قوي مالك هيقع مني 3 دي بقى 3 دي المسألة اهو ده كده واللينكات دي بتمسك ممسوك وراه فهو ممكن يقع جنبهم عادي. انا عاوز اقول دكتور وفي كم من وليه ثلاث نص ساعه ما كده مين كده دكتور على كده انا ما مش من ورا الجسم اهو بيتثبت على رقبته برضه فين الجسم بيتثبت على رقبته برضه فين اصلا وضعه على الشمال نسيبه الواد هيعمل ايه طب هو وقع كده الزاوية بتاعته الأولانية 6.4 لما يلف هنا لحد هنا هيبقى الجسم وضعه كده واحط الزاوية دي عشان أجيب الأوميجا الجديدة بس وخلي بالك اللي بيتغير هو مين الأنجل ثيتا معايا هجيب أرسم جديد احط هنا ايه ده الرقم الجديد اجيب الاوميجا الجديد اجيب الاي تي اجيب الاي ام وارسم الجوينت ثانيه بس الارقام الجديدة هي المعادلات ما بتتكتبش المعادلات ما بتتكتبش حاله خاصه بتتكتب معادله ايه؟ ات اني سيت وحل هي دي معادله حركه هي دي ميزتها معادله حركه بتجيب لك الوضع عام لما ناخد بعد كده حاجه اسمها شغل الطاقه او ورك انرجي لازم احل وضع خاص انا عندي البدايه كذا النهايه كذا حل ما بينهم الكلمه ده حالة رابعة بقى طب ويعني ما تطلع بزيرو يا جماعة والله العظيم ممكن تطلع زيرو ويبقى الحل بتاعها نان عادي عادي بس الأرقام اللي موجودة اللي بتشيك الألفا دي بتاعت واحد من اللي كان أيوة ما أنت عشان أشوف البيبي حل ولا هو بينقل خلاص هو يجيب أرقامه يخلص دكتور في كم نان طيب؟ يا 2 4 مفيش اكتر من كده لا يا 2 يا 2 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 خلاص اسعى لنا يا مناخ بس سامع حاجه يا ابن دوام في ايه الحد مش هديك خلاص رد الفعل عند مين حد دلوقتي عند ايه رد الفعل عند ايه احد الكل احنا اتصورناها يا اما نقول اللينكين دول وده كان هيبقى حل اصعب سنه شويه يعني عشان ريزولوشن او الحل الاول احنا اشتغلنا بيه ان انا عندي هنج الهنج عنده كام رد فعل اثنين واحد اسمه اي ان وواحد اسمه مين اي دي حليت كل مساله زي ما احنا بنحل المساله عاديه بعدين رجعت بقى عند نقطه اي قلت انا عند نقطه اي ايه عندي قوتين هم رد الفعل اللي جاي من بره اي ان واي دي دي القوه اللي جايه من فين من الجسم رسمتهم مع التراس ممبر اللي هم الاي سي واي دي وعملت في كام نقطه هنا نقطه اي رد الردود الفعل اللي اسمها اي ان واي دي جايين لي من فين؟ من الجسم والاي سي واي دي هم القوه بتاعت مين؟ اللي كان وعملت كام نقطه تقول ايه؟ اه ينفع بس هيبقى التحليل بقى هيتلاقي الاي سي والاي ان داخلين في معادله النورمال والايه؟ والتنجنشال هنا دي ميزتها ان انا بجيب الاي دي والاي ان كل واحد بمعادله واحده بعد كده بحل مساله ستاتكس يلتحموا بقى مع بعض الايه براحتهم واضح الحاله الرابعه بقى ايه نوعها بقى الحركه دي جنرال موشن اتفضل اه عارف ارشيد ايه
بس ام جي ساين زيتا ايكوالز ام اي دي. ما هي الزاويه دي في البدايه كانت 6.87 وده عمودي عليه، فالزاويه دي طول عمرها ثابته. واضح؟ يبقى الزاويه دي مع ما بين الخط ده والراسي 126.87، او كنت حدي معاك ده ومعاك ده هتجيب الزاويه دي، هتجيب بقيتها. معايا؟ يبقى انا كده وصلت لمين يا جماعه؟ وصلت ان انا كتبت المعادلات جنرال بتاعت الزاويه اسمها اي سي. هنا اول ما تعوض هتحل الاي سي والاي بي ووتر. بس ده كان الحل اصعب صراحه يعني، الحل الاسهل انك تقترب هنج عادي وتجيب مبنى افعال وبعد كده تحولها لمساله مين؟ استاتكس. نرجع بقى للحاله الرابعه بتاعتنا بقى. بتساوي AD
بلس اي اي دي تانجنشال، واحنا عارفين النورمال بكام؟ بزيرو، يبقى ده بزيرو. نكتب بقى اي اي شكلها ايه؟ اي اي بكام الاي؟ نيجاتيف نيجاتيف 3 الفا 1 الفا 1 ال في الاي. اي دي طالعه بكام؟ نيجاتيف 3 الفا 3 ال اي بلس 4 الفا 3 ال جي. ازاي بقى نحسب الاي اي دي؟ اجي على الخط بتاع الاي دي وارسم بيربنديكولار في اتجاه التانجنت، يطلع لي كام يا جماعه؟ بلس الفا 2 في كام اللينس ده؟ 3 ال في الجي. اعمل ايه دلوقتي بقى؟ يساوي الاي والاي والجي بالجي، يبقى نقول الاي والجي. رايح اقول لك ايه؟ نيجاتيف 3 الفا 1 ال بيساوي نيجاتيف 3 الفا 3 ال، يعني معناها الفا 1 بيساوي الفا 3. المعادله الثانيه بقى 4 الفا 3 ال بلس 3 الفا 2 3 الفا 2 ال بيساوي 0، فيطلع لك ان الفا 3 نيجاتيف 3 اوفر 4 الفا 2. كده يبقى المساله دي كلها ما فيهاش غير كام انون الفا؟ الفا واحده. ان الفا 1 و 3 قد بعض، وكل واحده منهم بتساوي كام؟ ناقص 3 ارباع في 100 مع في الفا 2. ودي كان فعلا وانا مساله الكاريماتكس، انا مجرد اديك مساله الفا واحده بتمشي في المساله كلها. اوميجا واحده تكمل المساله كلها ايه للاخر. وهنا احنا بادئين بقى المساله من الاصل، انا عندي جسم له وزن اتحط، فالمساله هتبدا ايه؟ تتحرك. عايزين بقى نكتب، انا كده لسه ما وصلتش لحاجه مهمه، عايز اجيب مين يا معلم؟ A at point H. ليه A at point H؟ عشان سيجما اف اكس وسيجما اف واي كلهم لهم علاقه مين؟ مركز ثقه. فتعالوا بقى نجيب الـ A H. ممكن نجيب الـ A H وممكن نعمل حركه اسهل يعني. A H ده الطريق دايركت، بس ممكن على فكره اجيب A F وابقى مع F و E واقسم على اثنين. ليه دي اسهل؟ عشان انا لما اشتغل اف اشتغلها مع الدي واقسم العمود يطلع على طول اف اتجاه الاي بدل ما احلل يعني، الاثنين شغالين يعني. فلو اشتغلنا باللي انت هتفكر فيه العادي نقول له مين؟ اي اتش بتساوي اي اي بلس اي اتش اي نورمال بلس اي اتش اي تانجنشال. الاي اي بكام يا جماعه؟ اي اي طالعه بنيجاتيف 3 الفا 1 ال في الاي. النورمال بكام؟ بزيرو. تانجنشال التانجنشال عباره عن كام؟ الفا 2 في اللينس اللي هو 2.5 ال. خلينا كده ان الفا 2 انت فرضها اصغر قبل كده، فتيجي عند ده الفا 2 ده تعمل ايه؟ وصل ورسمت ايه يا جماعه؟ عمود. لو حطينا بقى زي ما احنا دلوقتي اسمها كان سيتا كده اللي احنا بادئين بيها، يبقى سيتا اهي، يبقى فين سيتا هنا؟ ده سيتا بتاعته. يبقى كوساين اللي هو بوينت 8 ساين اللي هو بوينت 6. يبقى يطلع ده عباره عن الكوساين في الاي. كوساين يبقى نيجاتيف 0.8 اي. كوساين في الاي ماشي كده؟ نيجاتيف 0.6 جي. اتفضل. لا انا ما قلتش مش عرفني ولا حاجه، دي بتقول لي خلاص؟ زد. دي ودي كام؟ طب ودي ودي كام؟ حاج احمد مشترك مع الاثنين يبقى تلعب فيهم. دي ديت؟ ديت؟ دي كام؟ انا ما اعرفش اصلا دي ده ودي، ده دي سيتا 1 يبقى دي سيتا 1 دي 2. مرتبطه انا بحلل الزاويه اللي قدامي، لما كنت هنا في الزاويه دي كده نفسها كان الساين بتاعها بوينت 6 والكوساين بتاعها كام؟ بوينت 8. دي تقريبا هي نفس الشكل اصلا تقريبا نفسها. دي برضه بوينت 2 وبوينت 6. يلا ركز طلع ده كام؟ نيجاتيف 2.5 في 0.8 يعني طلع لك دي نيجاتيف 2 الفا 2 ال في الاي نيجاتيف 1.5 الفا 2 ال في الجي. اهي ايه اللي حصل؟ الستة بتاعتنا بس تتأكد بس الكوساين بتاعها كان 0.8 والكوساين بتاعها كان 0.6. كوساين نيجاتيف 0.8 فاهم ماشي. قالوا كام جمع؟ ده كل بدايه مين؟ الفا 2 الفا ايه؟ الفا 1. نتخلص من الفا 1 نحط مكانها كام الفا 1؟ يبقى ده نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 اوفر 4 الفا 2 ال في الاي
نيجاتيف 2 الفا 2 ال في الاي نيجاتيف 1.5 الفا 2 ال في الجي يساوي دي 2 وربع ناقص 2 يبقى يطلع لي 0.25 الفا 2 ال في الاي ناقص 1.5 الفا 2 ال في الجي ده مين ده يا جماعه ده كده اي اكس ده كده مين اي واي كده معانا الايه بتاع الجسم ده في اتجاه الاكس اتجاه مين يا جماعه الواي نرسم بقى الفري ولا الجسم بتاعنا الجسم بتاعه اهو ايه القوه اللي عليه بقى هو اسمها اي سي هو ثانيه اسمها اي او دي اي وزاد كده اسمها سي 36.87 في قوة تالتة ولا فيش؟ الام جي الام جي انا شغال بالاي و جي يعني اي يمين جي فوق فنقول له سيجما اف اكس سيجما اف اكس يساوي ام اي اكس فين فرصة تجاه اكس يا جماعة؟ دي ايه بس بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف دي ايه كوساين هو 0.8 دي ايه كام؟ equal to m 0.25 alpha 2 في ال معايا ال بس ناقص لي مين alpha 2 معايا دي ايه؟ طب سيجما اف واي equals m a y في القوانين في كام واي؟ negative m g negative d a sin يبقى 0.6 d a negative e c إيكوال الام ايه واي بكام يا جماعه نيجاتيف 1.5 الفا 2 ال الايكويشن الثانيه فيها 2 نون سيجما مومنت اباوت جي ايكوال اي جي الفا مش بس ان احنا بنلف اباوت مين اباوت الجي كاونتر كلوك وايز مين يعمل بقى اي سي في المسافه دي ولف ازاي كلوك وايز يبقى ناقص اي سي 1.5 ال الدي اي في كوساين وفي ساين اتكلم على الساين الاول في 1.5 ال بس بيلف بص يبقى بلس دي اي ساين اللي هو 0.6 في 1.5 ال لسه بقى دي اي كوساين بس بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف دي اي كوساين اللي هو 0.8 في 2 ال لما تلف المسافه العموديه ده كله بيساوي كام؟ اي اللي هي عباره عن 1 على 12 ام في 25 ال سكوير في الفا 2 دول ده معاك ثلاث مجاهيل طلعوا لك الايه؟ ثلاث اقمار صباع في معظم المودلز الالفا بتطلع واحيانا احيانا الدي اي والاي سي بيطلعوا نمط في بعض المودلز لكن الالفا بتطلع في كل مودلز كده كده انت معاك ثلاث معاك ثلاث مجاهيل فلما ياخد واحد منهم يطلع يبقى موجود يبقى دي الدنيا حتى لو ما طلعوش يبقى انت متاكد ان هم ايه؟ نن عادي ما هم كلهم معاك مع بعض. كيس 1 رقم 4 انا عايز ان العربيه تتحرك والكونتينر عليها كونتينر عليها من غير ما يكون في اللينك ده. فانت مهندس قوي فعايز تحرك اللينك تفضل بس عايز تشوفها وهي لسه عادي. فانت خلي بالك ما هو بص دلوقتي قلت قاعد مع عربية أول ما تفرم انت كنت تعمل ايه؟ تلم قدام هو عايز يفرم صح كده الكونتينر يبقى بيتلم قدام لا وما يكونش ما هو لما يتلم قدام يعني ما يكفيش كف رجله مش فين؟ مع الاي دي هحط الاي دي بكام؟ احنا عايزين الكونتينر بالظبط اللي يمشي بيها بحيث انه ما يبقاش محتاج اللينك دي ايه اصلا مش هيقع يعني خلاص مش هو مش هيقع اول ما اشيل لينك انت لازم يبقى خط اخر لكن لو انا ممكن احركه بقى بشكل اخر هو يبقى مش محتاج لينك خالص. بس لو انت بتحل في الكيس رقم واحد وانت بتحل في كيس رقم واحد هيطلع لك معادله فيها الدي اي ذات العجل. فاول مره معاك الدي اي جيفن هتجيب الدي اي، المره الثانيه تجيب الدي اي بزيرو. فتجيب العجل المفروض يمشي ايه؟ يمشي بيها تقريبا بتطلع فين من كل مره. اه هي ديسيليشن اصلا. لا اي فرق على فكره بالمناسبه هتطلع الفا واحد والفا الفا واحد هتطلع اصلا بالنجاح انا ما اعرفش بس هنا بثبت الاتجاه
لما ياخد معاك حركه بس ما تبصش منها. الفا ده صح، الفا ده طلع بوست الفا يعني الفا تطلع كده، لكن الفا واحد والفا اثنين هذا كانت ماده طالع طالع واحد وثلاثه طالع. انا فرد اللينك بيخش على نجري مع العكس. طبعا بيه المفروض اللي انت تشكل بس نحاول تطبخ الا لو الحركه سريعه قوي ممكن يكون بيعدل في مره عشان لا عشان خلي بالك انا في دي بعمل صار سنترويد هناخد الاي عند ال واحد على ثلاثه وانا في فور باخد بوينت عند الجي باخد واحد على 12 ان هي جنرال زي اول معلومه قلتها ان عندي نقطه اي ودي كل واحده بتتحرك على دايره نفس قطرها مختلف يبقى اصبح الجسم ده ايه مش ماشي وخد بعضه غير كده مش اي حاجه لان الكيس رقم 2 الكيس رقم 2 كان الوضع اللي فيها كان موصل الاي بنقطه هنا ودي نقطه هنا فاصبح الجسم بيتحرك ايه كيربلينير ترانزليشن مش كله بيتحرك مع بعض دلوقتي في الجنرال بقت كل نقطه ماشيه فين في دايره لوحدها فاصبحت بتتحرك حركه ايه؟ عفوا تمام؟ النهارده بقى نسلم التيك هوم اكزام بقى خلاص الموضوع كده خلص امبارح تقريبا اتحل معاكم في السكشن حل ما جاش لا باشمهندس شفقي ما جاش ايوه عارف حمزه لكن العفاوي جه وحل معاكم قول حليت خلاص خلاص حليت لو جبت امتحان بالشكل ده يبقى انا مش هنجح حد خلاص يبقى ناوي تقعد السنه الجايه التيك هوم اكزام ده وظيفته انك خلاص انت كده قعدت عايز اعادك للماده شويه قعدته عشان تحاول تاني بس لا لا قعدته على الاقل قعدت مع الماده ساعتين ثلاث اربع ساعات يبقى انت الماده 10 ساعات صح كل يوم هو ده الفكره خلاص فانا خلاص عايز اريح ما بينك بقى وتسلم الامتحان عشان ما تقعدش تقرا مره ثانيه خلاص الامتحان سلم حتى بقى امتى؟ حتى بقى ان شاء الله يوم السبت حصه اليوم. حتى يوم السبت اللي جاي حصه اليوم. كل السكاشن؟ كل السكاشن. مسألة ولا سنتين؟ مسألة ولا على هنا؟ على هنا؟ على ايه؟ على ايه؟ على الشابتر اللي انت فيه؟ امتحان يوم السبت على شابتر 3 فقط لا غير. امتحاننا لا يا جماعه انا اصلا فاضل لي محاضر النهارده الاول عايز اللي هو فاتكم الصح خلص تقريبا بتعرف تخلص ومعايا كمان شابتر فانا ما ينفعش اضيع وقت والله فيا ريت يوم السبت هناخد المحاضره الاولى امتحان يوم السبت هناخد المحاضره الاولى امتحان المحاضره الثانيه ان شاء الله احنا كده كده جينا مش هنيجي على الساعه ونص نروح نكمل بقى لا نروح في رولينج سلايد اسرع بيه